أهم توقعات الفلك لمواليد الثور بشهر آذار وبأسبوعه الثالث، يعني من 16 ل 21. بدي أقول لمواليد الثور بهالفترة أنه في عندهم يومين مهمين كتير، هن الخميس 17 والجمعة 18، من أفضل أيام الشهر، بتصادف خلالهم فرصة مهمة أو بتتزود بطاقة كبيرة أو بتتلقى دعوة استثنائية أو بتروح برحلة أو بتتيقن من نجاح أحرزته. حاول الاستفادة من وضع مشجع بها اليومين قبل هالشي، يعني بين التنين والأربعة، التنين 14 والأربعة 16، حاذر، الفترة بتكون أكثر شدة من الفترة الأولى، بتعاكسك الأفلاك بهالوقت وبتولد توتر. إذا أنت عندك ابتداء من التنين 14 عندك تيار من الحظ بيدعمك بمشاريعك المهنية ولو كان في بعض التوتر. تجنب بين السبت 19 والأحد 20 أي عمل بيتطلب دقة أو حضور ذهني كبير، يمكن تروح بمخيلتك بعيدا جدا وترتكب الأخطاء، لكن كمان بدك تكون كتير حذر بآخر هالأسبوع حتى ما تتورط بعمل ما بيكون لمصلحتك.